الحمله اللي فاتت كابتن سيد، ويمكن اللعيبه تماسكت والجهاز الفني تماسك بشكل كبير، وجمهور النادي الاول، جمهور النادي الاهلي لولا المسانده والتكاتف الكبير ودعمه لعيبه النادي الاهلي ما كناش نشوف النهارده نتيجه. بص احنا مش عايز اقول احنا في مرحله صعبه، احنا في 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 عصر في منظومه رياضيه صعب جدا جدا، يعني عشان تعدي الاطراف كلها بتاعه المنظومه لازم تكون على قلب واحد، يعني مين موجود مش فارقه، محمد احمد سيد عاي مش فارقه، المهم ان انت بقى عندك الهدف هو النادي. يعني اعتقد ان الامور واضحه للجميع، يعني انت مش بتتعرض، انت بتواجه من اول سنه، هو بيستنى لك حاجه، مستني لك حاجه، فما تمكنوش من ده ان شاء الله يعني. لكن في نفس الوقت يعني اطراف المنظومه كلها يعني خليك على قلب راجل واحد، وخليك ورا فرقتك ايا كان اللي موجود، موجود في الملعب فلان او عين او صاد، مش بالاسماء، هو لون التيشيرت هو اللي بيلعب، لون التيشيرت هو اللي بيجيب البطولات. من 1907 لحد دلوقتي التيشيرت ما اتغيرش، اللون ما اتغيرش، لكن الاسماء كلها اتغيرت، الاسماء كلها اتغيرت على مستوى القيادات وعلى مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاجهزه كله، يعني كله بيتغير، لكن اللون نفسه ما اتغيرش، هو اللون الاحمر. خليك ورا اللون الاحمر ده، ورا فرقتك على طول، يعني ايا كان بقى، سيد موجود، محمد موجود، علي موجود، في الملعب لعيبه ثانيه، لعيبه جديده، لعيبه قديمه، أزر فرقتك، ساند فرقتك، حقق أهدافك، التارجت بتاعك اللي أنت بشغال فيه من أول السنة اللي هي بطولة الدوري وبطولة أفريقيا، وإن شاء الله الرحمن كمان يبقى فيها كأس مصر بإذن الله.